أول حاجة ظهر لي سي فوزي سؤال يطرح نفسه، الفترة إيه ظهر لي علاقتك بيه كانت كبيرة سي الباجية؟ والله علاقتي كبيرة، كنت من الناس اللي نحبهم ونحترمهم، وصلت له بالنسبة لي معناتها عملاق من عمالقة تونس، حب من حب وكره من كره، فهمتني؟ إنسان معناتها حياته كاملة كانت نضال، إنسان حياته كاملة سخرها لخدمة الشعب وخدمة المواطنين وخدمة الدولة، فهمتني؟ سيتان هوم ديتا، فهمتني؟ ولا بار اكسلونس سيتان هوم معناتها كي سياسيا ياسر محنك، فهمتني؟ إنسان معناتها عملاق، أنا من عمالقة تونس، نقولوا ديناصور، من تركيب كل فريمون معناتها حسناته وأفعاله وكل شيء معناتها كانت، فهمتني؟ الله يرحمه، فهمت الله، وصبرنا كل، فهمت الله. أنا بالنسبة لي تأثرت تأثير كبير كبير، فهمت بوفاته، وأكد كانت عندي علاقات معناتها ما نقولش متينة، لكن معناتها في من 2011، فهمت، كانت علاقتنا طيبة وطيبة جدا، وبالعكس معناتها نعتبره كأبو كأخو كبير ك إنسان عبقري، وديما معناتها حتى كي نكلمه باش نشكره ونشكره نسر أحواله أكثر ولا أقل، معناتها ما عنديش حاجة تانية لا في السياسة ولا في من دخل لا في السياسة في الله يرحمه ويسامحه، هذا كان نجم نقول. باهي سي فوزي، تجربة جديدة مع النجم الساحلي، تعتبرها كانت مفاجأة شوية؟ حتى في نورمالمون نجحت مع الوداد في نهائي الشامبيونز ليغ، نورمالمون كانت تتواصل التجربة ولا؟ والله الحمد لله، أنا معناتها في مع الوداد معناتها نجاحات كبيرة، رغم اللي تعرقلت معناتها، كنت أتذكر كنت في الوداد معناتها نلعب على تقريبا 3 ألقاب، معناتها فما بطولة العربية، فما كأس العرش، وفما الشامبيونز ليغ. لكن في الفترة هذيك جاء وديع الجري، وبالعكس ما يقال معناتها طلبني باش نكون على رأس المنتخب، ما نجمش نقول لا، لأنه معناتها نعتبره النداء الواجب، نداء الوطن، وما طلبت منه ولا حاجة، لا فلوس ولا تحوس، وضحيت بكل حاجة غادي في الفترة هذيك، وجيت معناتها باش يعني بالنسبة لي شرف، وبالنسبة لي واجب باش نكون الخبرة متاعي كل وكل ما عندي نسخروا اللي فايت مع المنتخب الوطني، لكن مع كل أسف بعض الانتصارات، وهذا عمره ما صار في العالم، هذا صرحت فيه، وما كانتش علاقة سيئة معناتها مع حتى وكنا أحباب ومروحين من الطيارة بعد آخر ماتش فايزين، الناس كل فرحان والناس كل معناتها في أحسن حالاتها، والعلاقات كانت طيبة مع الجميع، مع أعضاء الجامعة الكل اللي كانوا مشاو معنا، وهذا ما فهمتني. وما راني الا بعد اسبوع كل وقت اقاله، ولا مش عارف هكا. كي كل شيء ماشي لاباس والعلاقه باهيه، شنو هو السر سي فوزي؟ تو الناس الكل تتساءل في دونس. سر معناتها بالنسبه ليا معناتها ثم امور غير طبيعيه، ما عليه كان وديع الجاري يخرج يصرح بها، التصريحات اللي قالوها معناتها في الجامعه ويقيم، ولا مش عارف عليه ماذا اش يقول، كله معناتها بعدين هذا كله تراجعوا فيه وما بعد. العلاقة فما حد شيء لا مع اللاعبين ولا مع المسؤولين. اللاعبين حتى المحترفين على الكاريزما نتاعي، ممكن الشخصية نتاعي، لأن فهمتي فما بعض آراء، أنا ما مفتوح على جميع الآراء، مفتوح معناتها نتكلم، ما عنديش حتى مشكل، ونناقش في أي موضوع مع أي إنسان ما عندي حتى مشكل، فهمتي؟ لكن معناتها القرارات نتاعي معناتها في الآخر ناخذها وحدي. نجم حتى حد ينجم يأثر عليا في حتى شيء، فهمتي؟ وأنا ما ديما معناتها بطبيعتي ما نتكلمش على الكوزينة انترن، خاطر ما نحبش نتكلم معناتها في سي باسي معناتها انترن، سيرت معناتها فما بعض أشياء حبوا يفرضوها معناتها ما نجموش، بتتر بتتر نجم نقول لك معناتها نجم تدخل فيها نوعا ما من السياسه، خاطر يعرفوا مواقفي السياسيه، فهمتني؟ ما نعرفش معناتها هو معناتها كان عنده الشجاعه الكافيه باش يتكلم على الموضوع هذا، يتكلم على الموضوع هذا. كيفاه سياسه سي فوزي ما فهمتش؟ ها؟ كيفاه سياسه ما فهمتش؟ والله ما نعرف، يعني مواقفي معروفه سياسيا. هذه عبرت عليها في عدد ما بخصوص شنو بالضبط؟ بخصوص شنو بالضبط معناها؟ شنو بخصوص؟ يمكن مواقفي معروفة، لازم أقول لك شنو أنا
نفسها. واقفه معناتها معروفه معناتها انا بالنسبه لي معناتها نمشي في اتجاهات باجي قلت في اتجاهات بركيبات اتجاهات معناتها الدوله الحديثه الدوله العصريه المتطوره التقدميه هذه اتجاهاتي. هما ما عجبهمش الشيء هذا معناها عندهم اتجاهات اخرى يحبوا يفرضوا عليك ولا شنو؟ سمعت اطراف اللي معناتها ما يعجبهمش موقف نتاعي. نقول لك فوزي بن زرت دخلوا في السياسه مؤكد معناتها نوعا ما بتوزو ما عندي شويه شعبيه لكن ما يرضاهمش. فوزي يكون زاد على المنتخب الوطني معناتها باش يكون عنده تاثير كبير معناتها حتى الناحيه السياسيه. فهمتي لكن معناتها كمواطن تونسي معناتها رياضي او طبيب او افوكا معناتها كنا معناها عندنا حق في السياسه هذوما البعض اللي يتكلموا بطريقه هذه نقول لكم راه نقول لهم راكم غلطين وغلطين جدا. فهمتي واي مواطن في تونس من حقه يعمل سياسه في اي مهنه يعملها. واللي قلت عدد مرات معناتها تلقى افوكا فهمتي لا يقول دخل الرياضه في السياسه الكلام هذا رياضي ما عندوش حق يعمل سياسه. صحيح معقول. سي فوزي علاش هو الطبيب يعمل في السياسه؟ علاش هو الطبيب يعمل في السياسه؟ علاش معناتها جو سي با كي يعمل في السياسه؟ ما فهمتش. لا هذا حق كل مواطن تونسي. يا دو فوا معناتها تي فوا معناتها دي جون كي يتكلموا معناتها تدخ فيهم. اي مواطن واي شغل واي مهنه في الابتلاء من حقه باش يعمل سياسه، السياسه ماهيش حكر على معناتها مهنه معينه. سي فوزي قلت حبوا يفرض عليك بعض الاختيارات الفنيه هكا؟ بتاتر بتاتر معناتها فهم لعبيه حبوك تلعبهم معناها هكا؟ فهم لعبيه حبوك تلعبهم؟ نجم تقول معناتها سي با معناتها بلا فورس مي سي سون دي بروبوزيسيون اللي جيوني معناتها ما قلت لك معناتها انا جي جيري لا سيتياسيون معناتها من غير مشاكل ما حبيش نعمل حتى مشكل. هذا في ليكيب ناسيونال. انا سمعت قلت التصريح هذا عمري ما حبيت نعمل مشكل معناتها مع حتى حد وما عملت مشكل مع حتى حد وجيتي كالم وجيرا بور لاتري ناسيونال وجي جيري توت لي سيتياسيون بوسيبل اي امبوسيبل. ينجم يكون اللاعب سيف الدين الخاوي جاب وديع الجري من فرنسا وانت ما لعبتوش؟ لا جينا با بارلي دو سي سون نو جوار هذوك ولادنا نحبوهم فهمت ولا معناتها مي سي سون دي شوا معناتها كلك سوا اي كلك سوا لي نو دي جوار. باهي كيفاش شفت المنتخب في الكان سي فوزي انت ما حكينا على المنتخب؟ والله معناتها سيرتو معناتها لي بريمي تور معناتها اونيتي بلوزو موان كاتستروفيك. ترو ماتش معناتها في ترو ماتش نيول بورتون البول اللي طحنا فيها معناتها ممكن اسهل بول معناتها موجوده في الكارت فهمتني وخاصه جيتي ترو ديسي ماتش موريتانيا معناتها سي لا تونيزي بابا غاني موريتانيا وهذاك تو ريسبي موريتانيا كلك سوا اكس معناتها كلك سوا معناتها في التاريخ في الواحد معناتها ما جيتي تري ديسي فهمتني بون عرضتنا في الثنية معناتها شوية غانا فهمت ولا معناتها عندنا فيها ماتش معناتها نقولوا معناتها إيكيليبري ترشحنا بضربة الجزاء سيتي بعد معناتها بون جاتنا إن إيكيب زاد معناتها مغمورة ما كان عندها حتى تاريخ في الكورة في الأنكار فينال فهمتني لما بتتر فهم برشا ناس حقروها وبرشا ناس ما عطاوش أهمية لكن سيتي إيكيب نقولوا معناتها مدغشقر ما فهمتني لا في سكيل فالي فهمتني لا لا لوجيك معناتها ترشح معايا دون فهمتني كلك سوا اكس معناتها في كوب ريزولتا فينال لكن اللي يوصل ديمي فينال بور موا سي ماش خايب برشا حملوا مسؤوليه هذاك اللي مش يقعد معناتها مين معناتها يتم واحد يراجع نفسه فهمت في عده مواقف فهمت ولا لان لو شوا دو جوار معناتها سيتي با سا معناتها كيف خليت لا فورماسيون بتاتر فهمت ولا معناتها ثم اسامي معناتها كبار داكوردو لكن في الوقت هذاك ما كانوش في احسن حالاتهم كانوا نجموا يرتاحوا فهمتي يا با مال معناتها دو شوا كي با معناتها على بلاس برشا حملوا مسؤولية للمدرب سي فوزي، لو كان جا فوزي بن زرت يعرف أكثر من لاعبين كنا نجموا نعملوا مخي خصوصا أن منتخبنا عندنا من لاعبين باهين جينيراسيون هذي. و سيرتينمون معناتها أنا إين إيكيب. بور فو دو معناتها سي لو أن ديما نأمن بالجروب بالأنسومبل. علاش قلت لك فما بعض أشياء يمكن ما كانش توقع معناتها كان جيت أنا موجود.
كنت ما انا ما نحملش مسؤوليه لا مدرب ولا مسؤولين ولا حد شيء، المسؤوليه دي متحملها الجماعه كل المجموعه كامله، فهمتني؟ شنو ما الحاجات ما كانتش تاقع لو كان انت كنت موجود؟ ها؟ شنو ما حاجات قلت لو كان انت كنت موجود ما كانتش تاقع؟ اول حاجه معناتها لي شوا دي جوار، معناتها لي 23 جوار، فهمتني؟ لا فما ناس معناتها لازم كل، انا بالنسبه لي باغزومبل علي معلول معناتها ما نجمش، ممكن ما يلعبش لا ريزون لونترونور ولا اي اونترونور، معناتها من حقه باش ما يلعبوش، متخرجوا من ليست توتالمون ديفينيتيف با في ان جراند كارير، لا با لو دروا سيرتو، معناتها هو في احسن حالاته في الاهلي. فهمتي معناتها نشوف مثلا الروج حتى كي بورتي بوكو على ليكيب ناسيونال، انا با لو دروا ديال الفرق كي بتتر يلعب بتتر ما يلعبش، انت والفورما انت والبريباراسيون انت والماتش اميكو ولا تلعبهم، فهمتي؟ ما هي با لي كارتي توتالمون، خاطر بالنسبه لي ليكيب ناسيونال سي نتاع الوقت الحاضر، فهمتي؟ بالنص يقولوا غلط معناتها بتترار معناتها بتتر هو معناتها الغارديان لو بلو تيتيلير ما ني با شونجي اون شونج با معناتها كوم دي جيميز ان غارد بيوت، فهمتني؟ فما دو جوار فهمتوا لا ما همش في احسن حالاتهم، معناتها كنت نجم ترتاحهم معناتها تدخلهم شويه شويه، فهمت؟ نجم تقام في اللان كاب فينال في دمي فينال، ما كانوش في احسن حالاتهم معناتها نظرا اللي كانوا بلسي اتسيتيرا، بون لازم يكون واحد موجود غادي باش ينجم يقرر، ينجم يقرر اي. ما جاوبتني سي فوزي كان دي موجود، قلت لنا كنا نجموا نهزوا اللقب. هو جاوبتك انا ما نقولكش لا لا جامي برومي كوك سو جو برومي، انا في حياتي كان عمري ما عطيت لا فريق ولا بالقب ولا غير لقب، مستحيل. اما تلعب على القاب فهمتني بقى معناتها هذا جي سي معناتها دو فير سكي جوست اون توتا مي كونسيونس افيك مي كولابوراتور بيان سور سا جو سور. نرجع نحكي شويه الحمد لله معناتها توا انا خديت ليكيب ناسيونال كل مره عيطوا لي نشد لك ناسيونال معناتها ما خديتش مره على 48 مره على شهر اي تتم ما خديتش مره على 3 شهور جيري كوبري صحيح فهمتي والحمد لله معناتها جيسكا بريزون ما خسرت حتى ماتش صحيح برو بيريود اللي مشيت فيهم ما خسرت حتى ماتش. باهي نحكيو على ليتوال سي فوزي ظهر لي نحكيو شويه على ليتوال ظهر كي العاده تلعب على القاب ديما انت مع الفرق كل تمشي على الافكتيف موجود توا يسمح النجم باش يكون موجود على اسعد على الكل. انا قلت لك نعمل بالجروب انا الافكتيف في لي بون معناتها عندي حتى مشكل في انتلاه معناتها اون سي دي فير ان بون ترافاي من اكتويلمون تو المون ترافاي بيان اوكي بروبليم فهمتي، وان شاء الله انا ديما نامن بالخدمه وبالعمل وبالجديات وبشويه ريغور شويه ديسيبلين والامور معناتها لوجيكمون معناتها لوجيك ما تمشي معناتها والعلم الله معناتها هذيك بطبيعه الحال الكره عندها احكامها. باهي علاقتك مع رئيس الجامعه واللي تعرف برشا كلمات على رئيس الجامعه تنجم تظن ليتوال من ناحيه التحكيم حاجات كما هكا؟ سا مي كونسيرن با انا ما نهتمش بيا الامور هذيا فهمتني يضر ما يضرش معناتها سي سون بروبليم معناتها يعني ما يقلقنيش فهمتني توت مانيير اني خليت علاقتي طيبه مع ريال جاري الا معناتها في الحاله الاخيره وقت لا معناتها غير ما كانش يقول اقاله وقت لا معناتها انا رفضت باش نقول معناتها مرتب الترابي وقتها قال اقاله فهمتني سي سون بروبليم معناتها هذه سي جون لا معناتها ما يقلقونيش ما تقلقش ما يقلقني حتى اي بصراحه تنجم تكون حكيت عليه كلام سي وديع ومشيت وشايه ولا لا؟ ها؟ لازم تكون حكيت كلام على وديع ومشيت ويشاية حاجة هكا لا جميل لذي عندي مخبي أنا جميل لذي أنا طبيعتي جي ريسبكت لو جون وسيرتو لو بوست في لي بريزيدون دو فيدراسيون جي ريسبكت لو بوست أكثر من الشخص فهمتني وما عنديش معناتها وطوط المانيير معناتها قلت لك في الفترة هذيك معناتها كانت علاقتنا جد طيبة صحيح عندي حتى شيء معه عندي حتى شيء معه فهمتني هو راه معناتها حاجه فهمتني جي سي با كومون سا سي باسي ولا من يعرف فهمتني اما هو فهمت ما قال كلمه تاع شنو قال عندي اشياء على فوزي اخويا خرجها ما عندي اشياء قل له فوزي معناتها كوم لو دروش لوج عليها سياسيين لوج عليها زي ما قلنا نضيف كوم لو دروش حتى حد ما يلقى لي حاجه جو سي تري بروبر الحمد لله وضميري مرتاح واضح
ما سمعناش موقفك من اللي صار في نهائي تشامبيونز ليج سي فوزي. والله انا جوسكا بريزون جي با فولي ما اون بارلي. اي علاش؟ قال فما ثلاثة من الناس تكلموا قالوا فوزي بن زرتي هو وقف الماتش. انا نقول لهم هذا رئيس جمعية اللوطة. وانا نقول في انت لا ورجع الفريق معناتها وحتى حد ما قال لك ارجع العب. قعدوا يناقشوا في الفار ما فار هو فما ولا فماش فهمت ولا ما تبقت الامور ما تاع هذيك هي فهمت سكي سي باسي فهمتني قلت لهم نير معناتها حتى فهمتني قد تريت معناتها عندي حتى مشكل دخلني انا 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 شنو هي قوتي معناتها بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للترجي ولا بالنسبه للكاف شكون باش نجم معناتها انا يكون عندي تاثير تاثير كل فهمت كذا من الناس مش برشا شنو اللي قالوا فوزي بن زرتي هو اللي وقف الماتش انت شكون فوزي بن زرتي باش يوقف معناتها بلاد معناتها كي دير ويدات فهمتي ولا ترجي ولا شكون شكوني انا باش نوقف معناتها سي وليت نضحك على نضحك معناتها شيء معناتها يضحك مش يقلق وش السبب الحقيقي هو الفار ولا الامن سي فوزي؟ لا 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 تدخل معناتها الامن باش نكون صريح معاك معناتها الامن معناتها من اللي هبطنا في مطار طول كرتاج حتى الاخر حتى الرحيل نتاعنا كان امنين احسن تامين وقد ما نشكر قوة الامن معناتها الامن معناتها الفريق نتاع المغربي وشوية فهمني وكانوا في مستوى عالي وفي مستوى اخلاقي كبير وتربية وكل حاجة فهمت ولا بالعكس فهمني خلاص كي سي باسي سور لو تيران هذيك حاجة يقيموها معناتها ناس أخرين ما قيموهاش أنا، أنا إلا كانوا معنا الأمنيين معناتها كانوا في موقف اكستراوردينير كانوا معناتها قلت لك نشكرهم شوية. شنو صار مع بعض المسؤولين في الترجي بينك أنت وياهم سي فوزي؟ ما صار حتى شيء. شوف شفنا شوية مناوشات أنت وعيد العالم حاجة هكا؟ لا ما صار شيء ما صار شيء. ما تحبش تحكي فيها حاجة؟ لا ما صار شيء ما صار شيء. باهي بصراحة طيب شكون تتمنى التأس تعطي الحكم نتاعها؟ شنو؟ التأس شكون تتمناها تعطي الحكم نتاعها؟ والله هذه أمور قانونية فهمت ولا معناتها اللي جاهم الجريديك هما اللي نجموا معناتها يقيموا الوضعية هذه. نعرفوا كون الوداد مشات للتأس، الترجي مشات للتأس. والتأس معناتها تعرفها تحكم بالقوانين ما تحكمش لا بأمور ثانوية لا بالعاطفة لا بحد شيء. فهمتني توت لو مانيير معناتها دي في كلك جور معناتها تخرج قرار كلك سفايت تصير القرار ولا باش تقرر التاس هذاك هو يا ما تتمنى تشامبيونز ليغ ها؟ تتمنى تقايد ليك انت تشامبيونز ليغ في كرة جو بونس ا موفي عمري ما خممت على نفسي في حياتي اما جي سي دو فير مون ترافاي معناتها كونفينابلمون نحاول باش ننجح فهمتني والحمد لله ما فماش تيتر ما عنديش تقريبا